السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم. نتمنىكم تكونوا بالف خير وفي الصحه الجيده ان شاء الله. مرحبا بكم معايا في وصفات امي ام الناجحه. اقتراحنا ديال اليوم كما كيبان معكم واحد الحلوه اللي بارده، يعني فكرت حتى لاخر لحظه عاد نط انني نديرها. ساهله مهله بسيطه ومقاديرها بساط وطريقتها ابسط. بقاو معايا ان شاء الله نتعرفوا على هاد الحلوه كيف صايبناها وشنو اللي غادي نحتاجوا فيها. بسم الله على بركة الله. عندي ثلاثة ديال الحوايج اللي غادي نحتاج فيهم كما كيبان معكم في الصورة. غادي نحتاج الحليب نيسلي كما كتشوفوا المركز محلى، غادي نحتاج الكاكاو مر، وغادي نحتاج الزبدة، معلقة ديال الزبدة. يعني هادو ثلاثة ديال العناصر اللي غادي نحتاج ماشي اكثر. وغادي نخرج واحد الكويرات ديال الحلوة اللي كيجيو لذاد 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 بزاف البنات، يعني اللي مازال ما دارت الحلوه هذه حلوه سريعه سريعه بزاف وكتجي بنينه وبارده في هذا الصيف. كيف ما كيبان معكم هاد العبار ديال هاد الحليب مركز محلى تقريبا 400 غرام، 397 هكا اللي مكتوب في الطاسه ديالو. خويته في واحد الكاسرونه وزدت عليه ثلاثه ديال المعالق مسوحين هكا، يعني ما عامرينش مزيان غير مسوحين، ديال الكاكاو المر كيما كتشوفوا. غادي نغربلهم لان كيكون فيهم داك الكويرات، غادي نغربلو. صافي غادي نحركو، غادي نحركهم هكا وغادي نديرو فوق النار اللي تكون مهيله باش ما يتحرقش لينا، يتحرق لينا داك الكاكاو. راه دغيا غادي كيتحرق الا جهدنا البوطه، وصافي ملي كيتحرق راه كيعطي واحد المروريه ما كيجيش زوين. كنقابلو هكا كنبقى كنحركو حتى كنتسنى الخليط ديالي حتى كيعقد، يعني على عافيه تكون ما تكونش طالعه باش ما يشمتكمش، يعني باش ما يتحرقش ليكم هكا. وانا كنحرك وحاضيه القعر ديال الكاسرونه، ربما تكون يعني لصقات ليا شي حاجه ولا، المهم ما تحيدوش يديكم منه، بقاو مراقبينه. غادي نضيف لهم هاد المعلقه ديال الزبده، من الاحسن الا كان عندكم الزبده زوينه، يعني الزبده اللي كتاكلوا اللي فيها البنه زوينه ديروا هذيك احسن من هذيك الزبده الاخرى، كتعطي المذاق زويون. حتى هنايا حتى هي كنحركها كما كتشوفوا حتى كدوب ليا. المهم اللي في هذا الخليط هو انكم ما تغفلوش عليه. وهنا غادي نزيد انا واحد جوج معالق ديال الشوكولاط حبيبات، هذا اختياري، الا بغيتو تضيفوه الا ما بغيتوش استغناو عليه ماشي مشكل. راه غير المذاق ديال هاد الثلاثه ديال العناصر كيكون لذيذ وكيكون بنين بزاف. انا ضفت هنا جوج معالق وغادي نستمر بالتحراك حتى يذوبوا لي، يعني حتى كتذوب ديك الزبده. وميم طول الخليط راه كيعقد شويه بشويه، انا عندي الغرض به هنايا حتى يعقد ليا مزيان، عاد غادي نحيدو فوق البوطه. وها انتما كما كتشوفوا هذا القوام اللي بغيت نحصل عليه، عاقد يعني بقيت خليته حتى عقد. غادي ندوز دابا غادي نصبو في شي يعني زلافه ولا اللي عندكم هكا، شفتوا القوام يعني حتى يرجع على هذا الشكل هذا، باش نخليه خفيف حتى يعقد ليا مزيان يرجع على هذا الشكل، عاد نحيدو فوق العافيه. هنا غادي نخليه حتى يبرد، يعني حتى ترجع عنده درجه الحراره ديال الغرفه، عاد ندخلو ديال الكوزينه، عاد ندخلو للثلاجه. يعني عندي الغرض به يبرد مزيان في الثلاجه باش ملي نجي نكورو يلقاه ساهل، يجيني ساهل. خليه ساعه ساعتين في الثلاجه اللي بغيتو، المهم حتى تحسو به هكا رجع على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا، راه ما كيتعطل شي دغيا كيبرد. دابا غادي ندوز نشكل منه كويرات وغادي ندورهم في هاد، المهم في هاد ربعه ديال الاختيارات انا اللي درت، نتوما كيبقى لكم الاختيار فاش ما بغيتو. انا عندي هنا الشكلاط، عندي هنايا الباستا محكوكه، عندي البيمو حتى هو، عندي اللوز مهرمش، المهم هادو
فقط اقتراحات، يعني كيبقى ليكم الاختيار فاش ما بغيتو نتوما تكوروا هاد الكويرات ديال الشوكولات، تكوروهم في الشوكولات فيرميسيل، تكوروهم في الكوك، المهم اي حاجة كتشهوها وبغيتوها ممكن انكم تكوروهم فيها. انا اختاريت هاد يعني ربعة الاشكال اللي غادي نكور فيهم، وانتوما لكم الاختيار وفاش ما بغيتو وفاش ما حبيتو. كان ندهن يدي هكا شي شويه بالزبده، يعني كنمسح يدي بالزبده وكنبدا كنكور هاد الكويرات باش ما كتلصقش ليا في يدي، وكتجيني سهله، كتجيني الامور سهله. صافيت وكنبدا كنكورها كما قلت لكم. انا عندي هنا شويه ديال الشكلاط، عندي شكلاط هكا طريفات، وعندي شكلاط كما شفتوا معايا داك الشكلاط الحبيبات. المهم نتوما لكم الاختيار. صافي وكنحطهم هكا في كويغطات. انا صراحه الله حتى كما كيقولوا الدقيقه 90 عاد بان ليا بان عندي الكويغطات النوع الكبير. انا كان في اعتقادي انا عندي الكويغطات الصغيورين، مي لقيت غير هادو قضيت بهم. نتوما الا عندكم يعني الكويغطات الصغيورين راهم كيجيو احسن، كيجيو الشكل ديالهم في الكويغطات الصغيورين كيجيو احسن، كيجيو يعني هما باينين وهما في الكويرطات. اما دابا درتهم انا في هذا الكواغط اللي كبار، واخا تكون الكويره كبيره يعني الكاغط كيبان كبر منها، هذا الشيء اللي عطى الله هاني قضيت به. المهم ديما كنقول لكم انا نعطيكم لا باز والشكل كيبقى لكم نتوما تفننوا كيف ما بغيتوا. وكما كتشوفوا معايا هذا المذاق ديال هذا البسط البنات كيجي واعر، كيجي فن صراحه الله، يجي زوين بنين بزاف. مني كنديرو انا يعني وليداتي كيعجبهم في هاد الباسطة زويون. صافي كنحاول يعني ندير كل حاجة منها شوية حتى كنكمل الكمية اللي عندي كلها، راها كتجي حلوة بنينة، كتجي حلوة غزالة، وفي الاخر لحظة يعني توجديها وكتجي فنة. وحتى هكا الا بغيتي يعني ديري حلوة وتديها في يدك يعني هكا كادو ولا، راه هاد النوع هذا راه كيجي زويون. غير ديروه في الكويغطات الصغار وديريه في شي علبة هكا شي كرتونة وراه كيجي غزال، كيجي فن. المهم كانت هذه هي الحلوة ديالنا ديال اليوم، ان شاء الله نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وطبعا كيف ما ديما شعارنا الى عجبك الفيديو ما تبخلوش علينا بالاشتراكات ديالكم واللايكات ديالكم، وشكرا لكم الى فيديو قادم ان شاء الله بحول الله. تبقوا على خير.